مساء الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وكل تقوى. اللي اقترحت الموضوع متاع الفيديو اليوم على انستغرام اللي هو على لي بي اف او سوتنانس. اول حاجه ايش معناها بي اف او، وشنو هي سوتنانس، وكيفاش وعلاش وقتاش، باش نحكيو فيهم الكل. البي اف او هو البروجي دو فان ديتود اللي نعديوه في اخر عام من القرايه متاعنا في الفاك، باش نسكروا به الباركور متاعنا ونفاليديو به التخرج متاعنا. بالنسبه للي قراو باك بلس 3 ليسونس ابليكي، باك بلس 4، باك بلس 5، باك بلس 6، البروجي هذايا يكون ستاج تكون مدته من 3 ل 6 اشهر. تنجموا تعديوه في لابوراتوار، في الفاك، في اندستري، في لونتربريز، في اي بلاصه تحبوا عليها. ومن بعد ما تكملوا الستاج هذايا تكتبوا رابور وتسوتنيو قدام جوري في الفاك بتاعكم وتاخذوا نوت، ومن بعد تتخرجوا. البي اف هذا اوبليغاتوار على كل ايتوديان، ينجم يعديه في تونس والا في الخارج. المهم يكون عنده انكادرون في الفاك نتاعو، انكادرون في البلاصه اللي هو باش يعمل فيها الستاج نتاعو. البي اف هذا القيمه نتاعو تظهر من بعد التخرج كي تجيو تصبوا للخدم. مثلا كان انت خدمت في الدومين اكس وتحب تخدم في شركه متخصصه في الدومين اكس، هذا بلوس ليك انت انه عندك اكسبيريونس في سبيسياليتي هذيك. كيما زاد من بعد تحب تكمل ماستر والا دكتوراه، البروجي والريشيرش اللي انت عملتها تنجم تكون ان بلوس ليك باش تسهل لك لابليكاسيون وتسهل لك القبول نتاعك وتسهل لك من بعد الخدمه نتاعك. سي ديجا عندك سوجي تحب تكمل فيه، اما زاده مش باللازمه انك تكمل ماستر والا الدكتوراه والا الخدمه في الدومين نتاع البي اف. تنجم تكون بي اف حاجه ومن بعد المستقبل نتاعك في حاجه اخرى. الحاجه تحفونه في البي اف انه ساهل تجيبوا فيه نوتات باهيه، ولازمكم تجيبوا فيه نوتات باهيه. علاش؟ على خاطر النوتات تدخل من بعد في الماستر والا في الدكتوراه كي تجيو تصبوا له في تونس والا في الخارج، الزوز كيف كيف. وجينيرالمون يطلبوا اقل حاجه مويان جينيرال في الثلاثه والا في الخمس سنين يكون 12 دو مويان. برشا تلامذة يحبوا يعملوا ماستر والا دكتوراه ويقول لك انا ما عنديش 12 دو مويان في وسط العام والا في العام الاول والا الثاني. عندكم البي اف او كي تجيبوا فيه 17 والا 18 اللي طلع المويان جينيرال نتاع السيمستر الاخرى، ومن بعد كي تحسبوا المويان نتاع 3 والا 5 والا 6 عوام الكل تلقاو رواحكم جبتوا 12 فاسيلمون. وقتها تسهلوا على رواحكم الدخول للماستر والا الدكتوراه والا اللي هو. بالنسبه للي يتسائل على البي اف في الخارج كيفاش نعملوه، ديجا عملت لكم فيديو فسرت لكم البروسيدور كيفاش تلوجوا كيفاش تصبوا، تنجموا تتفرجوا في الفيديو. وبالنسبه للي يحب يعمل بي اف في تونس سهل على الاخر، يدبل لونكادرون تاعو في الفاك، ينجم يعاونو، ينجم يبعثو لشكون، ينجم يعطيه سوجي حاضر من عنده في الفاك في اللابو والا في لونتربريز اللي يخدم فيها هو. كيما زاده تنجموا كونتاكتيو العباد اللي يخدموا في ليزاندستري، تقترحوا عليهم موضوع من عندكم والا تشوفوا هما عندهم شي خدمه يحبوا يعملوها. البلوس واللافونتاج نتاع البي اف في الخارج هو يسهل لكم انكم تلقاو خدمه غادي سوغ بلاس والا تلقاو قرايه تكملوا فيها في البلاصه اللي انتم فيها. كيما زاده يزيدكم ان بلوس في السي في، عندكم اكسبيريونس انترناسيونال اللي هي الفالور نتاعها قويه نهار اخر كي تجيو باش تخدموا في بلاصه في الخارج والا تكملوا ماستر والا دكتوراه. توا باش نعطيكم لمحه صغيره وشويه نصائح للمده هذه نتاع ستاج اللي هي من 3 ل 6 شهور. فما برشا حاجات الناس ما تعرفهاش والا تتغافل عليها. اول حاجه نحب نحكيها لكم ونقولها لكم وناكد عليها انه كتابه الرابور والكوليكسيون نتاع المعلومات ما تكونش في اخر شهر مستاج، ما تكون من اول نهار بديتوا فيه تبداو تكتبوا كل شيء واي حاجه تصير قدامكم تكتبوها وتبداو تركحوا وتخموا في الانترودكسيون وكل شيء من اول جمعه ومن اول شهر، وما تخليوش كل شيء لاخر شهر على خاطر الوقت مش باش يكفيكم ووقتها تتخسروا بالوقت وما تلحقوش تكملوا وتجي الرابور داخل بعضه والنوت تطيح ومن بعد تقولوا كيفاش وعلاش والغلطه منا وحقنا وكارنا. الفازه الثانيه اللي نحب نقولها راهو كل فاك عندها فورمه معينه نتاع رابور تحبها، دونك انت تشوف اكزامبلير نتاع الفاك نتاعك نتاع دي بي اف قدام وتطبوا عليهم وما تخرجوش على الموضوع نتاعهم، ولا خاص تركزوا على لي فوت نتاع الكتيبه الاورتوغراف والكونجيغيزون على خاطر الجوري يلقط لي فوت هذوكم في الرابور وساعات تحاسبوا على الرابور اكثر من الخدمه هي بيدها. الحاجه الثالثه واللي هي ولات جديده وفي برشا فاكات على الاغلب انه ما عندكمش الحق في الكوبي كولي كان بورسنتاج صغيره، فما لوجيسيال في الفاك تحط عليه الرابور اللي انتم باش تعطيوه في سي دي ويديتكتي قداش البورسنتاج نتاع الكوبي كولي اللي عملتوها من لي زارتيكل ومن لي سيت ويب. دونك انتم لازمكم ترفورميو ريوسكم نفس المعلومه نفس الجمله كيما تحبوا ليسونسييل الكوبي كولي لا، على خاطر الرابور ينجم يتروفز ووقت تعاودوا من لولو جديد. في البريباراسيون تاع البريزونطاسيون
راهو السبيتش نتاع البريزونطاسيون يتحفظ ويتعاود اوموان 30 مره، تحفظوه شربت ماء وتحاولوا تقدموه قدام والديكم، قدام اصحابكم، قدام اخواتكم. المهم قبل ما توصل النهار نتاع سوتنانس تبدا انت متمكن منه وتبدا شربه شربت ماء. نصيحة أخرى، ما تكتبوا حتى حرف وحتى كلمة في البريزونتاسيون بتاعكم وإلا في الرابور وإنتم ما تعرفوش معناها، وما تكتبوا حتى معلومة ما تعرفوش عليها منين تجي وإيش معناها وشنية الكونسيكونس بتاعها. كان يسألك الجوري كان نعملوا الحاجة هذه كان نعملوا الحاجة هذه شنو ينجم يصير، لازمكم تعرفوا كل شيء كتبتوه وكل حرف حطيتوه والديفينيسيون تاع كل كلمة سيانتيفيك استعملتوها في البريزونطاسيون. راهو التوكويك والتكارير والاغلاط نتاع البيتيز نتاع الفرنسي اللي تنجم تتفاداهم جوست انك تحفظ البريزونطاسيون تاعك، لازمكم تتفاداوهم على خاطرهم يطيحوا النوت ويطيحوا الفالور نتاع الخدمة نتاعكم. فازة اخرى هي وقفتك وكلامك ونبرة صوتك وراحة وجهك والكونفيونس متاعك اللي تظهر، هي اللي تقنع الجوري اللي خدمتك باهية حتى كان هي مبلبزة وإلا حتى كان انت ماك فاهم حتى شيء، ظهر اللي انت فاهم كل شيء. هذاك البوان اللي لازمك تركز عليه قبل كل شيء، تظاهر انك فاهم كل شيء، تظاهر انك فرحان وماك سترسي واقف وامورك هانية وما على بالك بحد شيء. هذاك اللي بشي يضيع الناس الكل وهذاك اللي بشي يخلي الجوري اموره باهية معاك وما يغلطش معاك. كي واحد من الجوري يسألك سؤال ما واش هو وإلا يمزك، انت حاول تدافع على الخدمة متاعك باللي تنجم على خطر هذاك السلاح متاعك. والفازات اللي يعملوهم الجوري حتى ساعات راهم خايبين على الاخر، هذاك بيج لكم انتم باش يشوفوكم كيفاش ترياجيو. فما شكون اللي يبدا ينطر، فما شكون اللي يبدا يتأفف، وفما شكون يحاول يقنع اللي خدمته هذيك الصحيحه والخدمه متاعك لا قبلها ولا بعدها وانت الصحيح. حتى كان هما يظهروا اللي الحاجه هذيك غلطه، انت لازمك تقنع اللي هي صحيحه. وقت تقف باش تبريزونتي خدمتك رد بالك تعطيهم بظهرك، ديما اخزر لهم وديما تبسم لهم باش تتفادى الستريس نتاع العينين اللي عليك من الاودينس والجوري. اول حاجه تعملها انك توصل بكري، ماذا بك تكون انت اول واحد في الصاله باش تستانس بالمكان وباش تشوف كل واحد داخل، تحس روحك كاينك انت في دارك وجايينك عباد باش يتفرجوا عليك وعلى دارك، مش يكون العكس. تبدا مثلا الصاله كلها معبيه ويبدا الجوري موجود وانت تجي مخر، تحس روحك هكا مرتبك، الناس الكل تخزر لك والجوري ما تعرفش عليه متغش ولا فرحان، كانك انت داخل فجاه لدار عباد معبيه بالناس وانت ما تعرف حتى واحد. كون انت اللول، رحب بالناس لدارك، وريهم ش عندك في دارك وش عندك انت وبريزونتي وانت مرتاح. وتحبوا الجوري ما ركش معاكم، حطولهم ماكله بنينه تو ينساوكم تو ينساو البريزونطاسيون. وإن شاء الله ربي معكم، وإن شاء الله تكون الفيديو هذه فادتكم، وكان فادتكم ما تنساوش تبارتاجيو لأصحابكم، لموا الكوميونيتي نكبروها ونحاولوا ننفعوا الناس أكثر من نجمهم. واللي عنده أكثر نصائح وأكثر فازات وأكثر تيبس يكتبهم في الكومنتير. على بخشين، باي باي.